ازيكم؟ عاملين ايه؟ معظم الحلقات اللي انا صورتها في القناة هنا عندي بتكون المنتجات بتاعتها انا اللي مختارها بنفسي في الاغلب، معظمها بنسبة 90%. قليل قوي لما حد بيديني ريكومنديشن او يقول لي في منتج حلو جربه وشوفه. بس المنتج النهاردة اللي معانا في الحلقة يعتبر اقتراح من واحد صديق ليا عزيز. يعني المهم، المنتج اللي معانا النهاردة او المشروب بقى اللي معانا النهاردة هو مشروب شعير. انا بصراحة اخر حاجة بفكر اتكلم عنها هنا في القناة مشروبات الشعير. المهم، المشروب اللي معانا النهاردة شكله مشبوه شوية. اول ما تبص عليه كده المشروب ده شكله ايه؟ مش تمام، بس هو ابن الناس يعني متقلقوش. المشروب اللي معانا النهارده اسمه امستل مولت. ده شكله كده، هو عباره عن مشروب شعير خالي من الكحول عادي. كاتبين ان هو من 1870، يعني من ايام الفراعنه غالبا. المهم، هم منزلين نوعين منه، مشروب شعير عادي ومشروب شعير خالي من الكحول برضه بس بالليمون. وده اللي اتقال لي عليه حلو، ده اللي اتقال لي كويس وجربه. بس انا طبعا ما كنتش هجيبه لوحده اجربه، لازم كنت اجرب العادي كمان معاه، عشان هما اصلا نوعين يعني عادي وبالليمون. فهنجرب النوعين النهارده وهنشوف امستل مولت العادي طعمه عامل ازاي، وامستل مولت اللي بالليمون طعمه عامل ازاي. فمش هنتكلم كتير بقى، عشان احنا في ناس هتتحاسب لو الحاجات دي طلعت وحشه النهارده. هنسيبهم على جنب ويلا بينا نبدا. واول منتج معانا او اول نوع معانا من مشروبات الشعير، مش الكحول، كنت هقول مشروبات كحول، هو امستل مولت العادي زي ما قلت لكم. ده شكله تاني، بصوا عليه. المهم ان هم كاتبين امستل مولت مشروب شعير خالي من الكحول، العبوه 330 مللي، سعرها 80 جنيه، سعرها 8 جنيه 80 ايه مش جبتها. فهي ما فيهاش حاجه، هي شكلها لطيف، مشبوه سيكا بس لطيف، تمام. فهنفتحها كده وندوق بقى ونشوف. عايز بس ايه اصب لكم شويه، تبصوا على المشروب من جوه. ثواني، لازم ابهدل الدنيا. انا عارف ده شكل المشروب كده من جوه، شكله لطيف يعني، ريحته شعير. فهندوق كده ونقول بسم الله. طيب بصوا، بالنسبه لاول نوع من امستل مولت اللي هو مشروب الشعير العادي، المشروب هنا طعمه الشعيري واضح فيه، يعني طعم الشعير واضح، بلس ان هو ما فيهوش سكر غالبا خالص، يعني طعمه دلع جدا، ما فيش اي احساس بالسكر فيه. بشكل عام يعني لا طعمه حلو اللي هو هتشربه زي البيبسي مثلا، ولا هو طعم وحش، هو طعمه مقبول، طعمه يتشرب، خصوصا ان مشروبات الشعير متصنفه نسبيا يعني هيلسي اكتر من المشروبات الغازيه، ومعظم الناس اللي بتشربه بيكون بديل للمشروب الغازي عشان هو صحي اكتر. فهو وسط الكلام ده كله هو مشروب شعير حلو، طعمه مش وحش، طعمه حلو، طعمه مقبول، يفضل يتشرب ساقع طبعا، ده اكيد. لو ادينا له تقييم هنديله 7.5 من 10، وهنسيبه ونخش في النوع اللي بعده. يلا بينا. وتاني نوع معانا من مشروب امستل مولت هو اللي بالليمون. ده شكله كده، بصوا عليه. العبوه هنا برضه نفس الكلام، 330 جرام، مشروب شعير طبيعي خالي من الكحول، كاتبين ان هنا بعصير الليمون الطبيعي، سعر العبوه برضه 8 جنيه، مفيش حاجه تانيه تتقال. هنفتح بقى ونشوف. صب لكم بس شويه في الكوبايه السحريه بتاعتي دي. بس 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 شيخ، انا قلت مش هوقع. المهم، ده لونه مختلف هنا شويه بقى، هنا المشروب زي ما انتم شايفين يعني من الوهله الاولى كده تحسوه عصير ليمون، شكله نفس درجه لون عصير الليمون، يعني عصير الليمون اللي هو اللي قعد شويه في الكوبايه من غير ما يتشرب، لونه بيقلب كده، ريحته فيها ليمون، بلس ان ريحه الشعير واضحه برده. فهندوق كده ونقول بسم الله. طيب بصوا، بالنسبة لأمستل مولت اللي بالليمون هنا، هنا الموضوع ظبط شوية. في الأمستل مولت العادية مشروب الشعير العادي كان طعم الشعير هو اللي طاغي في المشروب، إنما هنا الوضع اتظبط شوية. هنا أول ما تشرب أول إحساس بيظهر معاك في الطعم هو طعم الليمون، طعم الليمون حلو، حلو جدا كمان، وفي نفس الوقت طعم الشعير واضح، يعني بتلاحظه كده في الأفتر تيست كده، بعد ما بتشرب وتحس بطعم الليمون بيظهر معاك طعم الشعير على خفيف بس واضح برضه. فهنا أمستل مولت اللي طعم الليمون دي زي ما قلت ظبطت المعادلة، عايز مشروب شعير طعمه حلو لو انت طبعا بتحب الليمون، بس هو في العموم اي حد هيشربه غالبا هيحبه، طعم الليمون فيه حلو وطعم الشعير فيه واضح زي ما قلت، والمشروب هنا نسبيا مسكر سيكا، يعني المشروب هنا مش هتلاقوه مزز، لا في نسبه سكر، بس بشكل عام المشروب طعم الليمون فيه حلو وطعم الشعير واضح مسكر سنه، طعمه بشكل عام حلو ومقبول. ولو ادينا له تقييم هنديله 9 من 10. وبس كده، ده كان تاني مشروب معانا في الحلقه، ودي الحلقه باختصار جربنا فيها مشروبات الشعير من امستل مولت، والتجربه بشكل عام لطيفه. المشروبين
طعمهم حلو، بس في مشروب طعمه مقبول اللي هو الشاي العادي، واللي بالليمون طعمه حلو جدا. اللي بالليمون هنا يغني عن المشروبات الغازية جدا كمان، لو انت بتحب المشروب الغازي او الحاجة الساقعة عشان طعمها حلو، فهنا انت معاك مشروب شهير ومعاك طعم حلو هيغنيك عن انك تشرب مشروبات غازية. فالموضوع يعني دبل بنفيتس، الموضوع مفيد من ناحيتين، ان انت بتشرب مشروب شهير وفي نفس الوقت طعم حلو، واكيد طبعا لازم تشربه ساقع عشان الانتعاش. دي كانت كل حاجة معايا النهاردة في الحلقة الصغنططة دي، جربنا مشروبات اميست المولت. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اكيد ما تنسوناش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير في الحلقات الجاية، وكان معاكم اسلام وسلام.